طب خليني بقى يعني بمناسبة هذه الحكاية، في الفترة الأخيرة موت مفاجئ للشباب، إيه السر؟ صحيح الأعمار بيد الله، لكن أكيد في أسباب، يعني انتشر بشكل كبير يا دكتور. الموت المفاجئ هو أيضا يعني قدر من الأقدار، يعني الإنسان، وهو أنا أؤمن عقيدتي أن الإنسان أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد كلمات تكتب على صحيح جبينه، صحيح، وهو يخلق في ظلمات الرحم. لكن هنقول بقى الأسباب العلمية، يعني برضه عشان ما يقولكش جمال شعبان درويش. لا هو صحيح، هو الموت كل واحد فينا عنده ميعاد، ولكن في ظاهرة بتحصل في وقت ما. صعوبة الموت المفاجئ أن هو صادم وصاعق للناس كلها. يقول لك إيه في المثل المصري، إيه أخبار عيانكم؟ سليمنا مات، يعني حتى في الفلكلور المصري المثل ده. ايوه بتسأل عن العيان يقولوا ده السليم اللي مات والإيه والعيان عايش. لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فهو بيبقى سريع جدا، هو توقف القلب في خلال ساعة ايوه من الأعراض. سواء كان مريض قبل كده أو سليم قبل كده. إيه اللي يخلي شاب وهو في ريعان الشباب يتوقف قلبه؟ يتوقف قلبه؟ في أسباب كثيرة جدا. ايه هي الأسباب؟ يعني أهم الأسباب لو هو تحت سن 35 سنة، اختلال في كهرباء القلب، دقات القلب بتتلخبط نتيجة إن هو مولود بخلل كهربائي ما كانش متشخص، أو اعتلال في عضلة القلب، ضعف يعيش طول ما حياته كانش مش متشخص، واخد باله. أو جلطة في الشريان التاجي، وده الأشد والأعم. حتى هتقولي لي جلطة تحت سن ال 35، تحت سن ال 35 وفوق سن ال 35. يعني بره علمونا زمان إن فوق ال 35 ده جلطات في الشريان التاجي. تحت ال 35 ممكن يكون سبب تاني. لا في مصر حتى تحت ال 35، تلاتينات وعشرينات بشوف ناس كتير. يعني برضو جالي شاب بيكون ايه حاجة الاسباب يا دكتور؟ وعشرين سنة. يعني هل اقدر اصلح السؤال او اغيره باسباب الجلطات ايه؟ ايه؟ بالظبط. في حاجات كلنا عارفينها، اللي هي مثلا الضغط. هتقولي طب هو ممكن ما يكونش عنده ضغط، ممكن ما يكونش عنده ضغط، ممكن يكون عنده ضغط وما يعرفش. السكر ملوش اعراض، ما حللش عنده سكر. كوليسترول ودهون ثلاثية ده سبب رئيسي. بدأت أحلل الناس كتير، يعني في عيلة بعمل لهم، عملت لأخوهم حاجة و30 برضه، ركبت له كذا دعامة، وبعد شوية قريبهم أستاذ في الجامعة قال لي ده أنا هجيب لك بقية أفراد العائلة كلهم الدهون الثلاثية والكوليسترول عالي جدا، كلهم بأسطرهم واحد ورا التاني، يعني واخدهم كده بالتدريج. ففي حتة الاستعداد الوراثي بالكوليسترول والدهون الثلاثية. أيوه. الخلل الكهربي يمكن أنا حكيت كذا مرة على، أنا بحب أقرب من العينين بتوعي، فكانت جات لي واحدة بشوفها لقيتها لابسة أسود وزعلانة كده، فبقول لها سلامتك إيه اللي مزعلك؟ قالت تخيل يا دكتور، يعني أخويا عنده بنت في تالتة إعدادي وبنت في ستة ابتدائي، الاتنين ماتوا فجأة وفي شهر واحد بدون مقدمات. قلت لها إزاي الكلام ده؟ قالت لي والله ده اللي حصل. قعدت أطبطب عليها الباقية في حياتك ربنا يصبرك. بس كان السؤال اللي بعد كده إيه بقى؟ هل عنده أولاد تانيين؟ قالت لي عنده توأم أولاد ذكور، كان تقريبا 6 سنين أو كده. قلت لها ممكن تجيبهم لي؟ جابتهم لي تاني يوم، مشكلة؟ لقيت عندهم خلل كهربي في القلب بيعمل السكتة القلبية. زرعت لهم بقى اللي هو جهاز الصدمات. تخيلي حضرتك العيلة دي بقى اللي كان بيعيش ال40 بيعتبره معمر عندهم. أيوه. وجات عمتهم بعد كده وركبت. بس يمكن ده يا دكتور، ده العيلة فيها مشكلة، ما عندها مشكلة الحالات في الوراثة، بس ما تعرفتش، يعني أيوة كانت لو اتثابت أيوة كان الولاد حصلوا برضه. طبعا فدي بعض الحالات. لكن لكن أنا بتكلم الجلطات هي الأشد. الناس العادية، يعني شخص يبقى عادي ما عندوش أي حاجة خالص، فجأة يقول لك جاله قلب وقف. هو يبدو إنه ما عندوش حاجة، لكن زي ما بقول لحضرتك ممكن يكون ماشي بضغط الدم هو ما يعرفش. أنت عارف حضرتك إن 25% من المصريين البالغين يعني فوق سن ال 18 سنة عندهم ضغط الدم، يعني كل أربعة في واحد من المصريين فوق ال 18 سنة عنده ضغط الدم مرتفع. أيوه. دي دراسة اتعملت في تسعينيات القرن الماضي، وأعتقد 100 مليون صحة ماشية في نفس السياق.